يوما بعد يوم يتفاقم الوضع سوءا في مدينة عفرين التي تخضع لسيطرة الاحتلال التركي، فالأصوات تعلو من قبل أهالي عفرين مطالبين بحقوقهم التي تعمدت قوات الاحتلال التركي مواصلة عمليات نهبها لتأخذ كل ما تجده في منازل المدنيين وكل ما تجده في المنشآت والمرافق العامة، مؤكدين تردي الاستقرار في المدينة التي تعيش أوضاعا أمنية صعبة في ظل تجدد الاقتتال بين الفصائل المسيطرة على المدينة، حيث شهدت منطقة الفيلات في مدينة عفرين اقتتالا عنيفا بين جيش الاحتلال التركي وفصيل ما يسمى تجمع شهداء الشرقية المدعوم تركيا، إذ سمعت أصوات إطلاق نار مع استنفار وضجيج كبير ما تسبب بمقتل ومصرع 11 عنصرا من الطرفين، بالإضافة لإصابة أكثر من 27 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن جيش الاحتلال التركي عمد على اقتحام المقرات التابعة للشهداء الشرقية وسط صمت كامل من قبل الفصائل على عملية الإلغاء التي تجري بأوامر وإشراف ومشاركة تركية مباشرة، حيث عمدت قوات الاحتلال التركي برفقة الفصائل التابعة لها إلى قطع الطرقات المؤدية إلى مدينة عفرين وتطويق عدة أحيان في المدينة، ما أثار استياء السكان والقاطنين في المدينة. وهذه المرة الأولى التي تشارك فيها قوات الاحتلال التركي في عملية إلغاء فصيل معين من الفصائل الموالية لها، كما تأتي هذه العمليات على خلفية تهم تتعلق بالسرقة والنهب في الوقت الذي عمدت فيه الفصائل التي تشارك في عملية إلغاء تجمع شهداء الشرقية في عمليات سرقة ونهب واستيلاء على أملاك المدنيين تحت أنظار الاحتلال التركي وبصمت كامل منه.